فرحة وهستيريا ورباعية لا تنسى، بل صارت سقف مطالب الجماهير المغربية منذ ذلك التاريخ. اليوم وعلى بعد ليلة من نزال أسود الطرنجة في لقاء ودي، هو ظهور آخر للمنتخب الوطني أمام الجماهير. فهل سيؤكد استمرارية الأداء والطريقة التي ظهر بها بمراكش، أم يعود بنا لدوامة الريب والشك؟ لكن على الأقل صار هناك من عناصر المنتخب من أصبح يثق في قدرات الأسود كاسم وازن في القارة السمراء. أعتقد أنها مباراة مهمة ستمكننا من التأقلم مع المناخ السائد بإفريقيا وكذلك الرطوبة، كلها عوامل سنواجهها في مباراتنا أمام إفريقيا الوسطى. نفس الأسماء مع تجربة جديدة لأخرى في لقاء ودي بالسنغال، وعقل يدبر ويفكر في بانجي مطلع الشهر المقبل. إنه محق حقيقي أمام المنتخب السنغالي، خصوصا ونحن مقبلون على مباراة هامة أمام منتخب إفريقيا الوسطى، وكذلك المباريات المقبلة أهمها أمام المنتخب الإيفواري والمتعلقة بالإقصائيات المؤهلة إلى كأس العالم. جيريث قد يبدو متفائلا من كلامه، لكن سنكون حذرين لأن الغد هو أول تجربة له بأدغال إفريقيا وما أشرسها، وهي التي لا تعترف بمستويات احتراف اللاعبين، خصوصا أن بعض نجوم أسود الأطلس لأول مرة سيلعبون تحت حرارة شمسها. هي المرة الأولى التي أجري فيها مباراة مع المنتخب المغربي في القارة الإفريقية، أعتبرها تجربة جيدة. ما يمكن أن نستفيد منه أمام السنغال هو فوز معنوي إن كان بالإمكان، أم درس آخر لترميم الصفوف أكثر. ولا ننسى أن اختيار السنغال له رأي كذلك لعناصر المنتخب. نحن هنا لتحضير لمباراة التأهل أمام إفريقيا الوسطى، إذن هذا أمر ضروري جدا بالنسبة لنا لتحقيق نتيجة إيجابية وحتى نكون أقوياء. لقاء الغد وبغياب الشماخ وبن عطية والقنطاري هو فرصة لرؤية العيسات والحمداوي ومواجهة لموقف غياب أحد أهم قطع غيار الأسود هذه الأيام.